اختاروها علشان تبقى أقوى ست في العالم، وهي واحدة من أغنى الأغنياء. حتى لما اتطلقت وقعت واقفة على رجليها رغم إنها سابت واحد من أباطرة الفلوس. ده احنا حتى لو بصينا على تبرعاتها بس هتلاقيها معدية 860 مليار جنيه، فتخيل بقى ثروتها أصلا تساوي كام، وتفتكر كانت متجوزة مين، وبانفصالها عنه كسبت قد إيه. ماكنزي سكوت المليارديرة الأمريكية اللي ناس كتير ما تعرفهاش لأن ظهورها في الإعلام مش كتير، لكن العالم كله ركز معاها لما جت تنفصل عن جوزها، خصوصاً إن انفصالها خلاها من أغنى السيدات في العالم كله. واللي ما تعرفوش إنها تعودت كل سنة تقدم تبرعات بقيمة تتراوح من 600 ألف دولار ل 25 مليون دولار للمؤسسات الخيرية اللي شغالة في تحسين الحياة ومستوى المعيشة والقضاء على الفقر والمساواة وتقديم سكن مناسب للناس بأسعار رخيصة ومقبولة، لدرجة إن إجمالي تبرعاتها طول حياتها وصل ل 16 مليار دولار، يعني بالمصري حوالي 860 مليار جنيه لو قلنا الدولار في السوق الموازية ب 52 جنيه. والغريب إن ماكنزي معروف إنها بتحب تعمل الخير في السر، بس رغم كده عندها موقع مخصوص بتنزل عليه أسماء أغلب الجمعيات اللي بتتبرع عليها على مدار حياتها، وتقدر بنفسك تدخل على الموقع وتشوف كل مؤسسة واخدة منها كام. والمفروض انها اسست الجمعية على سبيل الترويج للجمعيات دي علشان الناس تاخد بالها وتتبرع هي كمان، بس يفضل السؤال المحير، ماكنزي جابت ثروتها منين؟ بص يا سيدي، ماكنزي اصلا درست ادب انجليزي وشغلتها الاساسية الكتابة والتأليف، وفعلا ليها كتب منشورة في امريكا وخدت عليها جوائز، بس مربط الفرس بقى في الراجل اللي اتجوزته لانك اكيد سمعت عنه، وهو جيف بيزوس، رجل الاعمال والملياردير المعروف ومؤسس شركة امازون اللي يعتبر اضخم موقع للشراء والبيع اونلاين على مستوى العالم. والصراحة ماكنزي بدأت معاه من الصفر وكانت معاه من بداية المشوار لما امازون دي كانت مجرد فكرة معتمدة على كم جهاز موجودين في جراج بيتهم، وفضلت معاه لغاية ما بقى اغنى رجل في العالم. بس في 2019 الاثنين بقوا العناوين الاولى على صفحات الجرايد الامريكية والقنوات الاخبارية بسبب قضية انفصالهم بعد جوازهم لمدة كبيرة، علشان تنتهي القضية في الاخر بحصول ماكنزي على 4% من حصة بيزوس في شركة امازون كتسوية انفصال بقيمة 38 مليار دولار علشان تبقى رابع أغنى سيدة على مستوى العالم. لكن ماكنزي سكوت أعلنت فورا أنها تتبرع بنص ثروتها للجمعيات الخيرية علشان تشجع باقي رجال الأعمال أنهم يعملوا نفس الخطوة، ولغاية دلوقتي اتبرعت بتلت حصتها في الأسهم علشان تبقى واحدة من ضمن 11 ملياردير أمريكي اتبرعوا بأكثر من 20% من ثرواتهم. ده كمان مجلة فوربس الأمريكية اختارتها كأقوى امرأة في العالم سنة 2021، ومجلة تايم اختارتها ضمن قائمة أكتر 100 شخص تأثيرا على مستوى العالم. وفي 2021 فاجأت ماكنزي الكل بإعلان جوازها من مدرس العلوم اللي كان بيدرس عيالها، بس الجوازة ما عادتش كتير والاتنين انفصلوا في النهاية. ورغم ان ماكنزي اتبرعت بجزء كبير من ثروتها لكنها لسه محتفظة بلقب رابع اغنى امرأة في العالم بثروة 40 مليار دولار تقريبا، يعني اكتر من 2 تريليون جنيه حسب مجلة فوربس الامريكية. انت بقى تفتكر انها ست بتحب الخير فعلا وعلشان كده اتبرعت بجزء كبير من ثروتها، ولا ده علشان تبعد عيون الضرايب عنها؟